مستر بيتسو سيد عبد العفيف. He's I'm standing on his shoulders. انا يعني بطلع على كتافه، بطلع على كتافه. هو helped me technically. بيساعدني فنيا. Helped me with the mentality of the players. بيساعدني بعقلية اللاعبين، فهمني لعب اللاعبين. To draw the plan. اقدر ان ارسم خريطة للفترة القادمة. Traveling. بالرحلات. Organization. في التنظيم. Administration. بيساعدني في الإدارة، النقاط الإدارية بياخدها باقتدار. وجوده معايا لما يكون معايا انا بركز في الماتش بس، بسيب له كل الجوانب الاخرى. هو بينظف كل الشوائب اللي حواليا، بيخليني مركز. عشان كده ببقى مبسوط وهو معايا، ببقى سعيد وهو معايا. ومهم جدا بالنسبه لي. ده زي اخوات، انا بعرفه من سنين طويله، كاني اعرفه من سنين طويله، مع اني لسه عارفه يعني. ودايما بيساندني وبسنده دايما في شغلنا. So we are brothers, we are family.